عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. أبو هريرة رضي الله عنه reported, the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, when Ramadan begins, the gates of mercy are opened, and the gates of hell are closed, and the devils are chained up.